السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قاسم حسن فني ديكور. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي ننفذ نفس التصميم. طبعا بالظبط هنعمل الرسمة كلها بالكامل. المساحة عندنا كبيرة، فاحنا اخترنا الديكور ده طبعا عشان ايه يمشي مع المساحة، وعندنا نفس العمودين برضو، بس احنا هنعمل عليهم شغل ما نسيبهمش سادة. طبعا ان احنا زي ما احنا متعودين نشوف مراحل قبل ما نخش على مراحل العمل، نشوف الشغل طبعا ايه بعد ما خلص. ده طبعا الفينش بعد ما خلصنا احنا طبعا بالكامل. العمودين دول كان فيهم عمود دوران وعمود مربع، فاحنا ربعنا العمودين وعملنا عليهم نفس الديكور في السقف، نفس حرف الاس خدناه على عمود، ودي باكية تاني طبعا غرفة تاني، فاحنا عملنا طبعا ايه الديكورات دي. خلصت المساحة كلها، مساحة كبيرة والسقف كبير، بس ما شاء الله تبارك الرحمن. ده الفينش طبعا بعد ما خلصنا. يا ريت انت لو اول مرة تشوفنا وتشوف شغلنا ما تنساش تضغط على اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، كل ما ننزل فيديو ان شاء الله يوصل لك اشعار. طبعا هنشوف ده كله احنا عملناه ازاي، وهنتعلم مع بعض وناخد فكرة بحيث ايه الناس تستفاد. طبعا احنا العمدان عملنا لها فيديو وحديها، لان العمدان واخدة شغل، فاحنا عملنا فيديو وحديها، هننزله طبعا ايه بعد الفيديو ده على طول. طبعا ده خلص، هنخش بقى على مراحل العمل ونشوف احنا عملنا ازاي واشتغلنا ازاي. طبعا اول حاجة سامحوني الاول عشان التصوير الارتفاع عالي. تمام، هنبدأ باول دوران اللي هو ده متعلم عليه العلم الاحمر، دي اسمها دايرة مقفولة. احنا هنعمل زي حرف الاس بالظبط يعني. فاحنا خدنا اول، حددنا اول بردل من على اليمين اهو، وخدنا دايرة ايه مقفولة، بس مش هنلفها كاملة. بعد كده هناخد دايرة عكسية، دايرة مفتوحة بس على اكبر شوية اهو، باقي البردل عشان تدينا رسمة حرف الاس. تمام، فاحنا خدنا الاول بردل صغير، بعد كده ناخد بردل كبير عشان نعمل نفس الحرف بالظبط، حرف الاس يعتبر. كده احنا خلصنا الحرف للاخر، البردل ده لف للاخر، فالبردل ده اكبر من دوكا. بعد كده هنلف البردل التالت اللي هو بتاع المستوى التاني. الشغل هنا عندنا مستويين، مستوى واطي ومستوى اعلى تاني. بعد ما حددنا البردل طبعا ده هو، هنبدأ نقسم ايه العلب بتوعنا اللي هما المستطيلات، اربع مستطيلات اللي هما جوه. هتقيس طبعا من ورا، من رسمة مثلا من ورا 30 قدام مثلا 45، لان هو ضيق ورا ومفتوح قدام، فانت تقيس 30 ورا وخمسة او 45 مثلا قدام، هتزود 15 سنتي عشان يفتح معاك. الفاصل برضو نفس النظام يعني، هتاخد 30 و45، هتعمل اربع مستطيلات. طبعا عندنا احنا المساحة هنا مش هينفع نقول لك احنا مثلا لفينا بردل كام، احنا بنوريك الطريقة احنا عملنا ازاي، وانت تنسق الشغل على حسب المساحة اللي قدامك. طبعا الارتفاع كبير والسقف مليان سجالة، فاحنا صورنا بالعافية الشغل طبعا عشان خاطر ايه، واعذرونا على التأخير. طبعا احنا كده علمنا اهو، كل 1 2 3 4. بعد كده ايه، بعد ما خلصنا الحرف ده تمام، عملنا حرف الاس وعملنا البردل التالت وعملنا المستطيلات، هنحدد الاربع دوائر دول عشوائي يعني، هنا مفيش سنترة زي ما احنا متعودين او كده، عشوائي بس بنظرتك انت يعني، بتحط الاماكن طبعا الدوائر دي في اماكنها. دي الدايرة التالتة، ودي الدايرة الرابعة، يبقى احنا كده خلصنا الدوائر.
نفس الرسمة اللي احنا عملناها دي هنعملها الناحية التانية، بس على ايه؟ على اصغر شوية. ده البرد الاولاني اللي احنا لفناه. بعد كده هتاخد برد ده المقفول والتاني هيبقى مفتوح، وتحدد الاربع دوائر بتوعك من الداخل زي ما حددناهم زي كده. بعد كده هنبدأ ايه؟ نشد حديد بقى زي ما احنا متعودين على العلامات اللي احنا علمناها. طبعا عندنا العمدان هنا، العمدان احنا عملنا فيديو لوحديها عشان خاطر ايه الناس تستفاد وما يخشش الشغل في بعضيه. بعد ما علمنا طبعا ربعنا العمود وعرفنا احنا هنعمل ايه طبعا في المخطط، احنا هنشتغل على العمود ازاي وايه الديكور اللي هيتم عليه. فاحنا حددنا التربيع دي بناء على الشغل اللي انا هنعمل ايه. مثلا هنبدأ ندق حديد زي ما احنا هندق طبعا مولفين، او كل 20 سنتي مثلا بتخرم مسمار بنطة 6، مسمار 3.5 سن صاد، وفليشر 6. طبعا بعد ما دقنا حديد كله على العلامات اللي احنا علمناها هنبدأ نركب الجوائم بتاعتنا ايا كان النزول اللي انت عايزه. طبعا عندنا هنا مستويين، احنا نازلين المستوى الاولاني اللي هو يبقى تحت خالص على 25 سنتي، هنقسم بعد كده النص 12.5، وناخد ايه المستوى التاني اللي هو فوق او باين اهو المستوى الدواير بحرف الاس اللي احنا عملناهم الاولانيين دول مستوى الواطي. العمدان الجزء الوسطاني ده كله هيبقى مستوى ايه؟ عالي. فاحنا قاطعين القطعية طبعا ايه هناك على 25، بس بنقطع طبعا على 27 28، بنحدد عليها الوزن وبنشيل الزيادة بتاعتنا بالليزر تمام، بننشرها. وبعد كده ايه بنحدد برضو المنسوب التاني ونشد عليه الزوايا زي ما احنا ايه متعودين. طبعا ده احنا الجايم اللي هو نازل 25 قسمناه نصين وشدنا الزاوية اللي هيبقى فيها السقف ايه المستوى العالي. الزاوية دي بتشدها عكسية، يعني ما ينفعش تشدها من بره، لازم تشدها عكسية من جوه. واحد بيمسك لك على العلام والتاني ايه بيشد من جوه عشان الزاوية تبقى ماشية على وزن ايه وموحدة ما فيهاش مطبات. طبعا بعد ما احنا نشرنا طبعا الضبس الزيادة والوزن بقت تمام معانا، هنبدأ نشد زاوية تحت زي اللي شدناها من فوق، هنشدها من تحت عشان نسمر فيها الجبسن بورد. طبعا سامحونا على التقصير، الارتفاع عالي جدا، فاحنا الحمد لله علم ربنا ان احنا شغالين ازاي وبنصور ازاي كمان. طبعا بعد ما شدينا وعرفنا المنسوب بتاعنا هتشد طبعا في الاماكن اللي هي تتسكر فلات، هتشد اوميجا كل 60 سنتي، دي حديدة اسمها اوميجا، كل 60 سنتي تاخد واحدة. بعد كده بتاخد عليها سي تمام، وبتسمرها فيها وبتنزل شدادات من السقف، مسكها في السي على نفس الوزنة بتاعتك هيبقى السقف معاك تمام. دي الأماكن الكبيرة اللي هي هتتقفل خالص هتبقى سادة. بتسمر السي في الأوميجا. طبعا عندنا انت ملاحظ في الفيديو المنظرة او غرفة المضيفة دي فيها عمود دوران وعمود مربع، دول ازاي مع بعض الله ورسوله اعلم. طبعا احنا حبينا نعالج المشكلة دي ان احنا ربعنا العمودين، كان قدامنا خيارين لا نعمل العمودين دوران لا العمودين يبقى مربع، فاحنا اخترنا المربع اشيك لانه يتعمل عليه ديكور. فاحنا عملنا لهم فيديو لوحديهم ازاي تخلي العمود مربع وازاي تعمل عليه ديكور وبروز طبعا تاني وشغل كتير عليه. كل الاماكن الواسعة احنا بنعملها ايه بتشدها اوميجا وبتاخد عليها سي. بعد ما عملنا الشدادات بتاعتنا طبعا وسمرنا السي وخدنا الشدادات في السقف،
هنبدأ نسكر بقى ايه الشغل بتاعنا على حسب المقاسات اللي احنا عايزينها. برضه هعيد لك الرسم تاني على التسكير عشان ايه نفرغ الدورانات، عشان لو فتك حدا في الاولى ان شاء الله تلاقيها في ايه في المستوى التاني ده. طبعا عندك العمودين اهو بعد ما احنا قفلناهم طبعا واسسناهم، بدأنا احنا نقفل فوق السقف، فالمساحة عندنا احنا هنعمل طبعا 25 سنتي اضاءة مخفية حول العمود المتفرغ داير ما يدور. فدي عندنا كورنيش فيوتك، فاحنا ركبنا الكورنيش الفيوتك قبل ما نقفل السقف عشان المسافة هتضيق، مش هنقدر ندخل ايدينا ونشتغل وناخد راحتنا. دي كورنيش فيوتك هتمليها معجون بعد ما تقطع القطعية بتاعتك والزاوية. هتروح مركبها وتسمرها بمسمارين من ما تنشف ايه، يبقى تشيل المسامير عشان ما تفكش معاها. هنبدأ بقى نقفل باقي الشغل بتاعنا عادي. تشيل المعدن الزيادة. هنبدأ بعد كده ايه نكمل تقفيل زي ما احنا عادي خالص الجزء الفوقاني، يعني احنا بنقفل قفلنا المربعات او المستطيلات، وهنبدأ نسكر الجزء الاولاني. بدأنا اول حدث في الرسم ان احنا نفرغ، طبعا العمود عندنا مربع فاحنا بنقيس من العمود، يعني العمود عندنا علام ثابت بنقيس منه مثلا 20 سنتي او 25 سنتي مسافة اللت اللي احنا هنعملها تمام، وننشر الزيادة بتاعتنا. يعني احنا نقيسنا هنا 20 سنتي، وتاخد علامة زي كده وبننشر الزيادة. عفوا احنا قيسنا 25 سنتي، 25 سنتي ايه المسافة من شفة الليد لحد العمود، دي تبقى إضاءة مخفية حوالين العمود عشان تدي معانا منظر ديكور هيتحط فيها شريط ليد ينور حوالين العمود. طبعا جاء التالت بردة اللي احنا عملناه الاولاني اللي هو ده بتاع الجزء اللي فوق مش اللي تحت، ده البردة التالت لفناه على نفس المركز اللي احنا لفناه الاولاني، بس نقصنا منه 15 سنتي او 12 سنتي زي ما انت عايز مسافة الليد بتاعتك، هتنقص مش هتزود لان الدايرة ايه مقفولة مش دايرة مفتوحة. فاحنا نقصنا طبعا من البرد القديم نقصنا منه مسافة الليد اللي هتتحط فيها ايه بيت النور. ونشرنا الزيادة بتاعتنا اهو، بدأ معانا يبان بداية الرسم وبداية الشغل. ده البرد الثالث تمام، وده العمود اللي احنا ريحناه طبعا عملنا إضاءة مخفية. نفس العمود التاني هنعمل عليه إضاءة مخفية عشان يولع العمود عشان يبقى المنظر معانا موحد وفيه منظر جمال. كده نشرنا الزيادة احنا طبعا، بدأنا نقفل كده. احنا بنقفل في الجزء ايه الفوقاني، لسه ما نزلناش على الجزء اللي هو اليمين والشمال اللي تحت، احنا بنقفل في الجزء الفوقاني. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. طبعا ده الديكور احنا لسه بنشطب في الجزء العالي اللي هو الايه المنسوب الاولاني. نفس البرد اللي احنا لفناه الناحية التانية هنعمل عكسه الناحية التانية، لان احنا عاملين الرسم ايه شبه بعض من ناحيتين. اهو نزلنا البرد اللي احنا لفين عليه الاولاني اللي هو فوق تمام، نزلناه تحت معانا ونقصنا من البردل 12 سنتي، ورحنا لإيه لفين البردل بتاعنا وقصنا الزيادة بتاعتنا.
كده دي اخر مرحلة في الجزء اللي هو ايه فوق. هنبدأ بعد كده عشان نسكر الجزء اللي تحت اللي هو الواطي، لازم تشد الفواصل طبعا عشان خاطر ايه تشدها شاش في الاركان اللي هي على الجانب بتاعنا اللي احنا خدنا عليه الزاوية في النص، تشد شاش في الفاصل عشان ما ينملش، وتمعجن الاول لان المسافة بعد كده هتضيق ومش هتقدر تسحبها. فاحنا خلصنا بند المعدون الاول تمام، وبعد كده بدأنا ايه نسكر الشغل من تحت. اه كده احنا بدأنا نقفل الجزء الثاني اللي هو اللي تحت الواقي ده اللي على اليمين اللي هو بداية الرسم، وهنبدأ نلف البراجل بتاعتنا على نفس البراجل اللي احنا لفناها فوق، بس هنزود ونقلل في الايه في البرد. طبعا ده احنا الدوائر الاول بدأنا بيها هم الاربع دوائر، نفس البرد اللي انا لفيته فوق بس تحت نقصته مثلا ايه 10 سنتي اللي هي قيمة الليد عشان يديني نحط شريط ليد فوق طبعا واعمل شفة بتاع دي. الدايرة التالتة اهي، الدايرة الاولانية اللي هي الكبيرة اللي في النص الصغيرة، اللي ورا الاتنين هيبقوا كبار شوية ايه اللي في النص يعني مدردين. طبعا احنا بنرسم جزء جزء او بنشتغل جزء جزء لان السجالة كبيرة والمساحة كبيرة طبعا، فالسجالة احنا كل شوية بننقل فيها، فاعذروني طبعا ايه في التصوير. بدأنا نفتح الدوائر بتاعتنا، فرغنا الدوائر وعملنا حساب الكهرباء عشان يبقى في ندفة في كل دايرة نفس الرسمة بالظبط. ده طبعا البرد الاولاني اللي احنا بدأنا بيه اللي هو مقفول، طبعا ده احنا زودنا منه البره شوية يعني ده كان نقصنا منه، لكن ده زودنا على البرد ليه قيمة الليد اللي هي 12 سنتي او 10 سنتي او 8 سنتي زي ما انت عايز تحب تخلي الليد بتاعك، فانت ايه تشتغل عليه تزود اللي انت عايزه او تنقص اللي انت عايزه بناء عليه بتحدد مسافات. بعد ما عملنا اول علامة اهو البردل بتاعنا شلنا زيادة بتاعتنا، بدأت تظهر معانا طبعا الرسمة اكتر واوضح. بعد كده هناخد ايه الدائرة العكسية اللي هي كمالة حرف الاس، اهو ده باقي الحرف اللي احنا هنعمله طبعا. وانت بتقفل الشغل بتزود قيمة الليد عشان لما تيجي تلف زي كده وما تلاقيش حد ايه ناقص. ده الحرف الكبير على نفس البردل بس ده احنا نقصنا منه ايه 12 سنتي، يعني في بردل تزود له في بردل تنقص له على حسب المفتوح او المقفول. بعد كده بتنشر الزيادة بتاعتك اللي هي بره العلامة، هيبدأ يظهر معاك الشغل والرسمة بتاعتك هتظهر معاك وتوضح. وبعد كده علمنا طبعا الدوائر زي ما احنا ايه علمناهم الناحية التانية. ده الجزء التاني طبعا احنا خلصنا الناحية التانية اللي هي كبيرة، ده الجزء التاني اللي احنا عاملين عليه نفس الشغل. دول 4 دوائر وهناخد برد للدوران اللي هو مقفول وبرد المفتوح، يبقى كده معانا الجزء ايه خلص رسم. ده البرد المقفول وناخد عكسه الناحية التانية ايه مفتوح.
بعد كده هتنشر الزيادة بتاعتك عادي خالص. ياريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد بإذن الله. وما تنسوش لايك للفيديو يا جماعة، شجعونا عشان ننزلكم كل جديد. طبعا ده الجزء بعد ما الرسم، خلصنا الرسم وخلصنا تقفيل كده، مفضلش معانا غير ايه، نثبت المراية من قدام اللي هي بتاعت بيد الليد في الشغل كله. احنا مثبتين جزء اهو، بس حبينا نوضح الشغل قبل ما المعدن. دي الرسمة طبعا معانا والمساحة كبيرة. نفس الجزء اللي احنا عملناه طبعا في اليمين عاملينه في الشمال، بس ايه اصغر شوية لان في عمود، العمود داي على الجنب شوية، ما داينش اتنين زي المسافات واحد او موحدة. وده الشغل اللي احنا عملناه على العمدان. طبعا انا نزلكم الفيديو، ياريت ما تفوتش الفيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا. هنبدأ بعد كده نركب بقى ايه المراية بتاعتنا من قدام اللي هي اتحط فيها بيد الليد ونمعدن الشغل. ده طبعا الشغل بعد ما تخلص تقفيل كده وتفتح كده، قاعد التشطيب بس. بص الارتفاع طبعا، اعذروني في التصوير واي حد احنا قصرنا فيها في الفيديو ده اعذروني فيها، لان ايه الوضع ما كانش يعني مش كويس، واسسنا الكهرباء للندفات طبعا. بعد كده هنركب ايه الزاوية بتاعة بيت النور ونثبت عليها المراية بتاعتنا. احنا عاملين المراية هنا في نزول اللي هو 25 سنتي عاملينها 7 سنتي، وفي نزول 12 سنتي عاملينها 5 سنتي المراية ايه من قدام. وبنركب المتل طبعا، الشباب ورانا على طول لان السجالة طبعا احنا بننقل اللوحة على مراحل اهو. المتل توب ده وبنمعجن على طول. ياريت لو ما تنساش، لو عجبك الفيديو تضغط على لايك، ولو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة لان الشغل اللي هينزل طبعا كله حديث. دي طبعا المرحلة اللي انت بتعملها في الشغل كله. وده طبعا الشغل بعد ما تفنش وخلص معجون واتفتحنا سبوتات زي اللي في الرسمة، وضفنا شوية خشب سي ان سي عشان يحلوا المكان. وده طبعا الشغل بعد ما خلص واتفنش هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط على اشتراك لو انت مش مشترك في القناة، وتضغط لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. طبعا الديكور ده اللي هو من الداخل هنسيب لك الرابط اسفل الفيديو، ده شغل احنا عاملينه قبل كده ومنزلينه على القناة، اتفرج عليه وهتتعلم منه حاجات كتير. ولو انت شايف اي حاجة او في اي حاجة عايز تستفسر عليها او تسأل عليها، يا ريت سيبها لنا ايه في تعليق تحت الفيديو، واحنا ان شاء الله هرد على حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.